الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على موضوع جديد اسمه البوينت بوزيشننج. كان دكتور تامر اتكلم فيه بعد الميد تيرم. عمليه البوينت بوزيشننج او نفرق في دور المساحه او بنسميه الرول اوف سيرفينج. شغل المساحه بالنسبه لنا جنرال متقسم لثلاث حاجات. اول حاجه ان انا يكون عندي موقع، عندي جنينه، عندي كليه، عندي اي حاجه عايز اطلع لها ماب. فانا معناها كده ان انا محتاج انقل الفيتشرز اللي موجوده معايا في الحقيقه، سواء كانت شجره، عمود، رصيف، سور شجر، حدود مبنى. كل النقط دي في الاخر انا عايز انقلها لماب. ده بنسميه البوينت بوزيشننج. فعمليه البوينت بوزيشننج كتعريف هي عمليه نقل الفيتشرز، والفيتشرز دي انا اقصد بيها اي معلم او اي حاجه انا عايز ارسمها على الخريطه، سواء زي ما كنا بنقول بقى شجره، عمود نور، بلاعه، حدود مبنى، حدود رصيف، وهكذا. عايز انقلها منين؟ عايز انقلها من الواقع اللي احنا بنسميه فيلد، ده اللي موجود معايا، للماب، عشان في الاخر امسك الماب كده ولما ابص للماب اقول لك والله ده احنا عندنا خمس شجرات، عندنا خمس عمدان، المسافات ما بينهم كذا. فيبقى انا محتاج انقل الفيتشرز من الواقع للماب. ده الدور الاولاني للمساحه. الدور الثاني سيتنج اوت. خلاص انا اديت والله المهندسين اللوحه وقلت لهم الخريطه اهي، شوفوا والله حدود المبنى اللي انتوا عايزين تنفذوها حدودها كام، ابعاد العمدان كام، الاكسس بتاعتها ايه، عايزين ننفذ بقى. فبيبقى معايا ماب اللي هي بيسميها الديزاين او الاستراكشرال ماب، وعايز اوقعها بقى، عايز اعرف اماكن العمدان فين في الحقيقه. فبنعمل ايه؟ بنعمل العكس. بيبقى معايا ماب عايز انقل الفيتشرز اللي فيها، بس من الماب بقى لمين؟ للفيلد. ده بيسميه السيتنج اوت. الدور الثالث من المساحه هو الاسبلت، هو اللي تشيك في الاخر. طيب والله العمدان دي لما اتنفذت صح ولا غلط؟ قال لك والله نرفعها ونقارن اللوح اللي اتنفذت باللوح اللي المفروض كانت تتنفذ، والله طلعوا زي بعض، يبقى الاسبلت ده كويس، فمعناه التنفيذ كان كويس. الاسبلت طلع فيه اختلاف، يقول والله لا في مشاكل في تنفيذ العمود ده اتشفت كام سنتي، ما اتنفذش صح، وهكذا. فيبقى قلنا دور المساحه بالنسبه لنا هو متقسم لثلاث حاجات. اول حاجه فيهم البوينت بوزيشننج. ايه البوينت بوزيشننج؟ قال له والله انا عايز انقل فيتشرز من الواقع للماب. طبعا هنا ازاي ارسمها بالاحداثيات؟ فالفكره كلها ان انا عندي نقطه او عندي كذا نقطه عايز اعرف احداثياتها بكام. طب ما ده يا باشمهندس في الاخر احنا كنا بنحسب كوردينيت. قال لك حساب الكوردينيت حاجه والبوينت بوزيشننج حاجه ثانيه. البوينت بوزيشننج مش قصده فيها ان انا احسب الاحداثيات، هو قصده الداتا اللي حضرتك محتاجها او محتاج تجمعها ايه عشان في الاخر توصل للاحداثيات. كحساب احداثيات في الاخر انت محتاج ايه؟ محتاج كوردينيت نقطه جيفن واللينس والبيرنج زي ما خدنا قبل كده. طيب اللينس والبيرنج يجوا ازاي في الموقع؟ هو ده البوينت بوزيشن. يبقى كحساب لا، هو ما عندناش اختلاف، انا محتاج كوردينيت نقطه جيفن الاي والاي بتوعها، الاي والان بتوعها، اللينس اللي واصل ما بين النقطه الجيفن والنقطه الانون، والبيرنج زي ما كنا بنتكلم. البوينت بوزيشننج هو قصده الداتا بقى اللي انا وانا في الموقع كده اقول والله انا هشتغل بالطريقه دي، لو خدت كذا وكذا في الاخر بدول انا اقدر اوصل للثلاث حاجات اللي احنا بنتكلم عليهم. طيب كبوينت بوزيشننج قال لي انا عندي خمس طرق. تعال نشوف الاربع طرق اللي اتشرحوا في المحاضره بسرعه كده ونستعرض ازاي هنحلهم. الطريقه الاولانيه بيسميها اوفست. لو انا افترضت دلوقتي ان انا عندي نقطتين جيفن A و B ونقطه C دي شجره او عمود نور وعايزين نوصل لاحداثياته. في الاوفست بيقول لي وانا في الموقع بسرعه كده انا قلت هشتغل بالاوفست هتعمل ايه؟ قال لي والله هنزل عمودي على الخط اي بي ده هسميه اللينس ال1، ومن نقطه العمود دي لحد نقطه ايه هسميها ال2. ال1 وال2 هقدر بطريقه ما اوصل لاحداثيات نقطه سي. ما فهمش بيرنج يا باشمهندس؟ لا مالكش دعوه، ما تشغلش بالك. ما فهمش زاويه؟ ما تشغلش بالك. كاوفست لو انا خدت ال1 وال2 اللي هو البربنديكولار لينس ما بين نقطه سي للسايد اي بي، وال2 اللي هو من نقطه الانترسكشن بتاعه العمود دي لنقطه ايه، انا كده في الاخر كحساب احداثيات هوصل بطريقه ما. هنشوف هنوصل ازاي، بس عشان اوصل في الاخر انا غصب عني كحساب احداثيات تاني انا محتاج ال ما بين النقطه الجيفن للنقطه الانون، محتاج بيرنج الخط ده. طيب الطاري قال لي والله انا كل اللي انا هعمله هوصل نقطه سي
مره بنقطه ال جيفن ومره بنقطه دي الجيفن، واخد اللينس ال1 وال2، وال ال1 وال ال2 مختلفين عن ال1 وال ال2 بتوع طريقه الاوفست. هنا قصده اللينس ما بين نقطه الانون للنقطتين الجيفن. الانترسكشن باي انجل بيقول والله هنجيب تو ديليت، التو ديليت ده وظيفته في الاخر ان هو يقرا اتش سي ار نحولها لهوريزونتال انجل. لو انا عرفت سيتا 1 وسيتا 2 انا هعرف اوصل لاحداثيات نقطه سي، ما فهمش طول ما تشغلش بالك. لو سيتا 1 وسيتا 2 على الرسمه دول معاك بحسابات معينه انا هقدر اوصل للكوردينيت بتاعه نقطه سي. وهنا اختلف لان مفيش اطوال، فهي هيشتغل بايه؟ هيشتغل بالتوديليت. ليه؟ عشان محتاج زوايا، سواء كنا بنتكلم على توديليت او توتال ستيشن احوله لتوديليت اطلع منه الزوايا. الطريقه المنتشره حاليا واللي احنا بنستعملها على طول اللي هي البولر، ودي نص طول ونص زاويه. لو معايا ال L1 كنص تاي وسيتا 1 او سيتا كنص انترسكشن باي انجل، بحسابات معينه هيقدر يوصل لاحداثيات نقطه سي. يبقى الاوفست هنستخدم فيها تيب. ليه؟ عشان انا محتاج اطوال. التاي نفس الفكره، تيب اطوال. طب لو الاطوال دي زادت عن طول التيب بيخش معانا جهاز اسمه الاي دي ام او التوتال ستيشن، بوظيفه الاي دي ام اللي جواه هقدر اوصل للاطوال. الانترسكشن باي انجل قلنا يا تيدوليت يا توتال ستيشن، محوله لتيدوليت او هستخدم التيدوليت بس اللي جواه، مش هكمل بالداتا او بكمل بالاكسسوارز اللي موجوده او الامكانيات اللي موجوده فيه. البولر بيحتاج اي دي ام وتيدوليت اللي احنا بنسميه ديستومات، او تيدوليت وتيب لو انت هتجيب الطول ده بالطول التيب. طب كالكوليشن بسرعه كده، تعال نشوف الكالكوليشن لكل طريقه بسرعه. ال L1 او في الاوفست ال L1 وال L2 حضرتك محتاج ايه؟ يعني عشان توصل لاحداثيات نقطه سي اللينس اسمه AC. طب ما انا ممكن اجيب LAC ده منين؟ من باي سورس L1 سكوير زائد L2 سكوير. يبقى الاطوال اللي انا خدتها مش الاطوال اللي انا عايزها، بس في الاخر بطريقه حسابيه انا طلعت ال LAC. طب سيتا AB او سيتا، والله دي ممكن احسبها tan minus 1 L1 على L2، طلعت السيتا. طب والسيتا دي مش تتفك الالفا اي بي ناقص الفا اي سي، والفا اي بي معايا عشان الخط ده جيفن اقدر احسب الالفا اي سي. فانا كده بقى معايا مين؟ الفا اي سي ال اي سي والكوردينيت بتاعت نقطه ايه، انا كده وصلت لاحداثيات نقطه سي. طب في الطريقه الثانيه قال لي والله L1 هعتبره هو ال اي سي على طول، ده نصه محلول. طيب قال لي والله انا معايا ثلاث اطوال L1 وL2 وL AB، كوزاين رول طلعت السيتا اللي هي سيتا A C AB، ما فكيتها الالفا AB ناقص الفا AC، طلعت الالفا AC، رجعت ان انا اوصل في الاخر لاحداثيات نقطه C. منين؟ من الالفا AC والL AC ونقطه A الجابن. في الانترسكشن باي انجل معايا سيتا 1 وسيتا 2، ومعايا الزاويه الثالثه اللي انا هسميها سيتا 3 180 ماينس سيتا 1 ماينس سيتا 2، طلعت سيتا 3. ساين رول بقى في الاخر ال اي بي معايا، ليه؟ معايا الاحتساب بتاعته على ساين سيتا 3 بتساوي ال اي سي على ساين سيتا 2، طلعت من هنا ال اي سي، وسيتا 1 هفكها لالفا اي بي ناقص الفا اي سي، طلعت منها الفا اي سي، وصلت في الاخر لاحداثيات نقطه سي. طيب الطريقه الرابعه ودي اسهلهم في الحسابات كمان، السيتا هتتفك الالفا اي بي ناقص الفا اي سي، طلعنا منها احداثيات نقطه او الالفا اي سي معلش، وال1 هو ال سي، طلعنا احداثيات نقطه سي. اللي يهمني مش الاربع طرق دول على قد ما كل طريقه منهم بنستخدمها كشغل، لكن اتقالوا في المحاضره وتعادوا الذات فيهم. الطريقه الجديده اللي انا عايز اشرحها معاك النهارده بيسميها الريسكشن، والطريقه دي مختلفه عن الاربع طرق التانيين اللي فاتوا. لو لاحظتوا في الاربع طرق انا كل مره كنت بقول معايا نقطه A جيفن ونقطه B، في الاربع طرق انا كل الشغل اللي معايا ده انا معتمد ان انا معايا نقطتين جيفن. في الريسكشن لا، انا عندي ثلاث نقط جيفن. طب بيعمل ايه بقى في الريسكشن دي؟ ونركز مع بعض كده في الاول، هو هيعمل ايه في الموقع والداتا اللي هتبقى معاه هي ايه؟ بيقول لازم يكون مينيمم معايا ثلاث كوردينيت، ثلاث نقطه جيفن. اثنين ما ينفعش نحل ريسكشن، على الاقل لازم يكون معايا ثلاث نقط معروفين. بيعمل ايه؟ بيروح يقف بالتوديليت على النقطه اللي هو عايز يحسب احداثيات اللي هي نقطه ام، يوجه بالتوديليت ثلاث مرات، مره على A مره على B مره على C. في كل مره كان بيقرا اتش سي ار،
اتش سي ار ام اي، اتش سي ار ام بي، اتش سي ار ام سي. لو انا خدت الاتش سي ار دي انا اقدر اطلع منها هوريزونتال انجل ازاي؟ اتش سي ار الثانيه ناقص اتش سي ار الاولانيه. فبيقول لي انا كده ممكن بحسابات اوصل لثيتا 1، اتش سي ار ام بي ناقص اتش سي ار ام اي، اتش سي ار ام سي ناقص اتش سي ار ام بي اداني ثيتا 2، ثيتا 1 وثيتا 2. وبيقول لي بقى احسب احداثات نقطه ام. يبقى اللي هو عمله ان هو واقف بالتجريت على نقطه ام، وجه ثلاث مرات على الثلاث نقط المعروفين احداثياتهم، خد 3 اتش سي ار حولناهم لزاويتين. الدكتور ممكن في المساله على طول يختصر الخطوه الاولانيه وما يقولكش احنا وقفنا بالتجريت ولا خدنا اتش سي ار. يجي في المساله يقول لك الثلاث احداثيات الجيفن اهم، وثيتا 1 اهي وثيتا 2 اهي. وممكن ما يقولش ثيتا 1 وثيتا 2، يقول لك ايه الزاويه اللي اسمها اي ام بي، الزاويه اللي اسمها بي ام سي، يبقى قصده بيها ثيتا 1 وثيتا 2. الكالكوليشن بيعمل ايه بقى؟ بيجي يقول والله دلوقتي عشان نوصل لاحداثيات نقطه ام احنا هنمشي لكذا خط. هنفترض دلوقتي ان انا عندي خطين، خط اسمه اي بي وخط اسمه بي سي. اي بي النقطتين بتوعه جيفن، وبي سي نفس الكلام. فانا ممكن اعمل ايه؟ احسب الاطوال ال اي بي سكوير روت دلتا اي سكوير زائد دلتا ان سكوير، والال بي سي دلتا اي سكوير زائد دلتا ان سكوير. طلعت منها الاطوال ال اي بي وال بي سي. ممكن تحسب البيرنج؟ قال لي اه ممكن احسب بيرنج الخط اي بي عن طريق ايه؟ ان انا احسب البيتا اي بي تان ماينس 1 دلتا اي على دلتا ان، طلعها شوفها في انه ربع، طلع حول البيتا دي الالفا. نفس الكلام انا ممكن اعمله للالفا بي سي عن طريق حساب البيتا اي سي او البيتا معلش بي سي تان ماينس 1 دلتا اي على دلتا ان، اشوفها في انه ربع، احول البيتا دي للالفا، بقى معايا الفا بي سي. يبقى انا كده معايا ان الخط اي بي طوله وانحرافه، والخط بي سي طوله وانحرافه. فكر كده، مش اي انحرافين ممكن يديني الزاويه اللي ما بينهم، بشرط ان يكون ايه الخطين دول ما بينهم كونفايند انجل، او فيهم بالبلدي نقطه مشتركه. نفس الكلام ده موجود عندي، اي بي في نقطه مشتركه مع بي سي اللي هي نقطه بي، فانا ممكن احسب الزاويه اللي فين عند بي. الزاويه دي مع الكلوك وايز اسمها سي بي اي. فالخطوه الثالثه راح جاري كده على طول، قال لي والله ممكن نحسب الزاويه سي بي اي. قلت له اه، عباره عن الفا بي اي ناقص الفا بي سي. الفا اي بي كانت معايا من الخطوه 2، احولها بالباكورد بيرنج الالفا بي اي ناقص الالفا بي سي. قدرت اوصل في الاخر ان انا يكون معايا احداثيات، او معلش الانجل اللي اسمها سي بي اي. كل ان بقى معايا الزاويه دي، ده يرجعك يقول لك والله الشكل ده مش شكل مقفول، شكل رباعي كده كويس، مجموع زوايا 360. قال لي اه. طيب ما نفكر نجمع الزوايا كده. لما فكرت اعمل كده لقيت فيه شويه زوايا ناقصه. ايه هي؟ قال لي والله الزاويه سي بي اي معايا برقم، طلعته من الخطوه الثالثه، وثيتا 1 وثيتا 2 معايا برقم. هكتشف ان في زاويتين ناقصين مش زاويه واحده، لو زاويه واحده كنت حسبتها على طول. كون ان في زاويتين، قال لي طيب خلاص تعالى نفكر ان احنا نعمل معادله. ايه هي المعادله؟ ان ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد كي 1 زائد كي 2 زائد سي بي اي ضرب ب 360، شويه معايا بارقام وشويه معايا برموز. في الاخر اقدر اقول والله كي 1 وكي 2 هو عباره عن 360 ناقص السي بي اي ناقص ثيتا 1 ناقص ثيتا 2، طلع لي برقم. كان الرقم ده بقى 120 130 150، المهم في الاخر ان كي 1 وكي 2 هيطلعوا برقم. هي الفكره بقى كي 1 بقدمني الرقم وكي 2 بقدمني الرقم، ما اعرفش، بس على الاقل كونت معادله كده فيها مجهولين. لو قدرنا بطريقه ما اكون معادله ثانيه فيها نفس المجهولين دول، احل معادلتين مع بعض في المجهولين دول، اطلع كي 1 وكي 2، ويبقى الشكل ده الحل كده، وايه والمساله خلصت. يبقى قدرنا في الخطوه الرابعه دي عن طريق مجموع زوايا الشكل الرباعي ان احنا نقول والله كي 1 وكي 2 برقم، او كي 2 بتساوي الرقم ده ناقص كي 1، او كي 1 بتساوي الرقم ده ناقص كي 2، ايا كانت الطريقه اللي انت هتكمل بيها. يعني الخطوه الخامسه هنقسم بقى الشكل كده المثلثين ونحل بالساين رول. قسمت الشكل بالمثلثين، مثلث اي بي ام ومثلث بي سي ام. قال لي والله الطول المشترك ما بين المثلثين دول اسمهم ام بي، فتعال نطلع معادله للام بي من الشكل الاولاني ومعادله للام بي من الشكل الثاني ونساويهم ببعض. فلقيت الام بي على ساين كي 1
بيساوي ال اي بي معايا من الخطوه رقم 1 على ساين سيتا 1 الجيفن. قدرت في الاخر كلوس مالتيبليكيشن اطلع ال ام بي بيساوي ايه بقى؟ رقم، الرقم ده جاي منين؟ من ال اي بي على ساين سيتا 1 في ساين كي 1، رقم في ساين كي 1. على المثلث الثاني لقيت ال ام بي على ساين كي 2 بيساوي ال بي سي على ساين سيتا 2. قدرت اوصل في الاخر ان ال ام بي بيساوي الرقم اللي جاي من اسم مين؟ ال بي سي اللي معايا من الخطوه الاولانيه على ساين سيتا 2 الجيفن بالنسبه لي، الرقم ده مضروب في ساين كي 2. بما ان ال ام بي ده هو هو ال ام بي ده، فسويت المعادلتين ببعض، رقم في ساين كي 1 بيساوي رقم في ساين كي 2. طيب مش ممكن نقول رقم في ساين وافتح قوس واروح على المعادله الاولانيه اقول والله ال 130 ناقص كي 1 او ال 150 ناقص كي 1 او 210 ناقص كي 1. المعادله دي كده هيبقى فيها فيها مجهول واحد اللي هو كي 1، رقم في ساين كي 1 بيساوي رقم في ساين رقم ناقص كي 1. اجري على طول على الكالكوليتر اكتب معادله الكي 1 بدلاله الاكس، اطلع الاكس اللي هو بالنسبه لي الكي 1. كونك انك جبت كي 1 ترجع للمعادله الاولانيه اللي شامله كي 1 وكي 2 بيساوي 140 او كي 1 زائد الكي 2 ب 130، اطلع الكي 2. الحل الثاني واللي انا بميل له دايما وما بحبش حوار المعادلات ده، ان انا احلها ماثيماتيكال. ازاي؟ ان انا افك الساين زاويه ناقص زاويه لساين كوزاين ناقص كوزاين ساين، لان الاشاره دايما هتكون هنا ماينس. الساين كوزاين الكوزاين ساين دي افكها هتكون فانكشن في كي 1، واجمع الارقام دي مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي واطلع منها كي 1. ايا كانت الطريقه اللي هتحل بيها سواء من الكالكوليتر او من الايكويشنز بتاعتنا، كونك انك وصلت لكي 1 المساله خلصت. ليه؟ خش على الخطوتين خفاف كده قوي. حضرتك دلوقتي في المثلث، واي مثلث بقى من الاثنين سواء هنكمل بده او لا، لو معاك كي 1 ومعاك سيتا 1 مش سيتا 3 دي تبقى معايا؟ قال لي اه. طيب معايا، استفدت ايه؟ الساين رول بقى يقول لي ال اي بي معايا على ساين سيتا 1 معايا بيساوي ال اي ام عايزه على ساين سيتا 3 معايا منين بقى؟ 180 ناقص سيتا 1 ناقص كي 1. فبيقول لك الخطوه السادسه من سيتا 1 وكي 1 اقدر احسب سيتا 3 اللي هي 180 ناقص سيتا 1 ناقص كي 1، واخش في الساين رول اقول له ال اي بي على ساين سيتا 1 بيساوي ال اي ام على ساين سيتا 3. طلعت من هنا ال اي ام، مشكلتك اتحلت. لو فكيت كي 1 اللي هي اسمها بي اي ام لالفا اي ام ناقص الفا اي بي، والفا اي بي من معاك من الخطوه رقم 1 وكي 1 جت معايا من الخطوه رقم 5، طلعت من هنا الفا اي ام. كالكوليت الكوردينيت ام يا وحش وعيش. ازاي؟ اي اي زائد ال اي ام اللي طلعناها من الخطوه رقم 7 في ساين الفا اي ام اللي طلعناها من الخطوه رقم 8. نفس الكلام للان بس بدل الساين كوزاين وبدل الاي اي ان اي. معاك ان حل المساله طويل، ممكن بنتكلم في صفحتين ثلاثه لو الارقام مش لوجيك، بس في الاخر حل ستاندرد. هما الخطوة الأولانية مسلمة للتانية، التانية مسلمة للتالتة، هما الخطوات دي مش هنقدر نلعب فيها. مسألة ما فيهاش فكر، مسألة الآخر كلها عندي ثلاث نقط، عندي سيتا 1 وسيتا 2، ملهاش حل غير كده. ففي الآخر على قد ما هي طويلة لكن في الآخر ما فيهاش لعب وما فيهاش تكتيك. تعال نشوف مسألة كده حتى لو كانت أرقامها سهلة زي ما احنا رسمناها كده. الدكتور جه في مساله معينه راح مديني ثلاث احداثيات، وكونك عشان تشوف ثلاثه كوردينيت جيفن دماغك على طول بتروح للريسيرش. قال لي والله احداثي نقطه ايه كان 1000 و1000 بي 1500 و1500 وسي 2000 و1000. وقفنا التوديليت عند نقطه ام وفي الاخر وصلنا لمعايا احداثيات او معايا زاويه اي ام بي 80 درجه وزاويه اسمها بي ام سي 50 درجه. ال 90 وسيتا 3 ده هيجي من الحل يعني، بس عشان ما نرسمش رسمه ثانيه. فالجيفن في المساله احداثي نقطه A وB وC والزاويه ال 80 اللي هي كنا مسمينها سيتا 1، الزاويه ال 50 اللي كنا مسمينها سيتا 2. تعال نطبق الثمان خطوات او تسع خطوات بتوعنا. الخطوه الاولانيه كان محمود بيقول لي ايه؟
عايزين نحسب الطول AB والطول BC، سكوير روت دلتا اي سكوير زائد دلتا ان سكوير، هنلاقيها هنا 500 500، في الاطوال طلع 707 متر. الخطوه الثانيه كنا عايزين نحسب بيرنج الخط AB وبيرنج الخط BC، فبيرنج الخط AB بيتا AB بتساوي 10 ماينس 1 دلتا اي على دلتا ان 500 500، والاشارات كانت بوزيتيف، فمعناها ان انا شغال في الربع اول، فالالفا هتطلع ب 45 زي ما تطلع قيمه البيتا. البيتا بي سي هتطلع ب 45 برضه في الخط بي سي، بس الاشارات كانت بوزيتيف دلتا اي ونيجاتيف دلتا ان، فده معناه ان انا شغال في الربع الثاني، فتبقى الكوادرنت سكند كوادرنت، فالالفا تبقى 180 ناقص قيمه البيتا فتطلع 135 درجه. الخطوه الثالثه ان انا محتاج احسب احداثي او ما احسب قيمه الزاويه سي بي اي، فهي عباره عن الفا بي اي ناقص الفا بي سي. الالفا بي اي في الاخر هي عباره عن 45 بعد ما احولها للباكورد بيرنج ان انا ازود 180، فتطلع 225 درجه ناقص 135، فيطلع الزاويه اللي اسمها سي بي اي ب 90. رجعت للشكل بتاعه قال لي والله الزاويه دي كلها ب 90، دي ب 80، والزاويه اللي تحت برضو ب 50، فمعناها ان انا كده قدرت اوصل لقيمه كي 1 وقيمه كي 2 عن طريق المعادله. قلت كي 1 وكي 2 بيساوي 360 ناقص مجموع الزوايا اللي جيفن معايا او الكالكوليتد معايا كلهم، فطلعوا ب 140. فقدرت اوصل من هنا لمعادله بتقول لي كي 1 بتساوي 140 ناقص كي 2، ودي المعادله رقم 1 وبروزها من هنا لبكره، او كي 2 بتساوي 140 ناقص كي 1، مش فارقه معايا هنكمل الحل بايه. الخطوه الخامسه كنت بروح دايما للمثلثين اللي عندي واحل ساين رول لللينس المشترك، فقلت ال ام بي على ساين كي 1 بيساوي 707 اللي هي ال اي بي على ساين سيتا 1 اللي هي ساين 80، قدرت اوصل لل ام بي بيساوي 718 ساين كي 1. وال ام بي بقى في السايد الثاني او في المثلث الثاني على ساين كي 2 بيساوي 707 اللي هي ال بي سي على ساين 50 اللي هي سيتا 2. قدرنا نوصل لل ام بي بتساوي 923 ساين كي 2. تعال نسوي المعادلتين ببعض، 718 ساين كي 1 ب 923 ساين كي 2. قسمت في الاخر على 718 عشان اسهل الارقام مش اكتر، فساين كي 1 بيساوي 1.285 ساين كي 2، ما عنديش مشكله. عايز اشيل كي 1 احط بدلها 140 ناقص كي 2. الخطوه دي اللي انا بقول لك عليها، عايز تروح في الاخر للكالكوليتر يحلها، هنشوفها هتتحل ازاي. شلت كي 1 حطيت بدلها 140 ناقص كي 2 بيساوي 1.285 ساين كي 2. انا دايما بميل لحل الساين كوزاين كوزاين ساين، فتعال نفك كده، ساين 140 كوزاين كي 2 ماينس، عشان الاشاره دايما ماينس، كوزاين 140 ساين كي 2 بيساوي 1.285 ساين كي 2. ساين 140 طلع ب 0.64 في كوزاين كي 2، كوزاين 140 طلع بنيجاتيف 0.76 في مضروبه في نيجاتيف، فبقت بوزيتيف 0.6766 ساين كي 2 بيساوي ده كله 1.285. وديت ال 0.7 الناحيه الثانيه فاداني 0.519 ساين كي 2 بيساوي ايه بقى؟ 0.6427. قسمت التو سايد على كوزاين كي 2 فطلع ساين كي 2 على كوزاين كي 2 بيساوي 0.64 على 0.519. الساين على الكوزاين اداني تاني الكي 2، فقلت والله 0.6427 على 0.519 ايكوال شيفت 10 ايكوال، طلع لي مين قيمه الكي 2 طلعت بكام؟ ب 51 ديجري. قدرت من هنا اقول كي 1 بتساوي ايه؟ 140 ناقص الكي 2 طلعتها ب 88 ديجري. وارجع تاني اقول دلوقتي بقت معايا قيمه الكي 1، مشكلتك كلها اتحلت. ليه؟ هنفك الكي 1 دي لالفا اي ام ناقص الفا اي بي، والفا اي بي معايا فطلعت منها الفا اي ام. المثلث كمان بعد ما بقى فيه الكي 1 والكي 2 حل المثلث بالساين رول بقى سهل. ال اي بي على ساين سيتا 1 بيساوي ال اي ام على ساين سيتا 3
وثيتا 3 دي جت منين؟ 180 ناقص 80 ناقص 88 اللي هي بالنسبه لي 180 ناقص ثيتا 1 ناقص كي 1. طلعنا من هنا الثيتا 3 ب 11 ديجري، وطلعنا من هنا ال اي ام ب 138 متر، وبنفك كي 1 لالفا ناقص الفا، قدرنا نوصل في الاخر لالفا ال الفا اي ام ب 133 ديجري. في الاخر حساب احداثيات بالنسبه لي ما كانش فيه اي مشكله، الاي ام بتساوي اي زائد ال اي ام في ساين الفا اي ام، والان ام ان اي زائد ال اي ام في كوساين الفا اي ام. معايا الاحداثيات نقطه اي، ومعايا الاطوال انا طلعتها ب 138، ومعايا البيرنج طلعته ب 133 درجه. وهنا يخلص حل الريسكشن. اللي عايز اتكلم معاك فيه قبل ما نخلص الفيديو، كل طريقه من دول بيبقى فيها ليميت، وبنسميه دايما في حاجه اسمها الال كونديشن والفيلير كونديشن. ودكتور تامر اتكلم معاك على الال كونديشن والفيلير كونديشن بتاعه كل طريقه. الزوايا والله ال لما تبقى الزاويه قيمتها اقل من 30 او اكبر من 150، الفيلير كونديشن لما تكون نقطه سي دي واقعه على الخط فقيمه الزاويه بزيرو او ب 180، فده معناه ان الحل ده مش جايب معايا. في الاطوال لما الاطوال تبقى اكبر من طول الشريط انت مش محتاج تعمل الاينمنت او تقسم الخط ده، فده بالنسبه لي بيبقى اسمه ال كونديشن. الفيلير كونديشن في حاله الاوفست لما النقطه تبقى على الخط ما بيبقاش فيه طول عمودي وهكذا. الريسكشن بقى ايه اللي يخليه الكونديشن وفيلير كونديشن؟ يعني كحسابات لا عمرك ما هتطلع احداثيات من هنا لبكره. وايه الكونديشن امتى؟ الشكل اللي قدامنا ده شكل رباعي دائري، والحل بالنسبه لي شكل رباعي عفوا، الحل بالنسبه لي كله معتمد على ايه؟ معتمد ان انا عندي مثلثين، المثلثين دول يتطبق لهم ساين رول نطلع طول ونتكون معادله. المعادلتين اللي تكونوا سواء كنا بنتكلم على المعادله الاولانيه اللي هي K1 زائد K2 بتساوي رقم، والمعادله الثانيه اللي هي ايه؟ LMB والLMB اللي هو حاجه في ساين K1 بتساوي حاجه في ساين K2. المعادلتين دول مش هيتحلوا مع بعض خالص لو كانت المعادله الاولانيه دي K1 زائد K2 بيساوي 180 درجه. طب ليه؟ عشان الحل معتمد على مثلثين، المثلثين دول كفكرتهم ان كل ثلاث نقط بيمر بيهم دايره. فهو عمل ايه؟ فكر كده معين ان هو ياخد A وB وM ويعمل بيهم دايره، وB وC وM ويعمل بيهم دايره ثانيه. كويس، الدايره دي او الدايرتين دول هيتقطعوا فين؟ قال هيتقطعوا في نقطتين اللي هم الكومن B وM، وبما ان B معايا فالنقطة الثانية اللي هيبقى فيها عندها تقاطع تبقى هي نقطة M. الدايرتين دول عمرهم ما هيتقطعوا لو الزاوية دي ب 180، ليه؟ هيبقى الشكل ده مش شكل رباعي بس، ده هيبقى اسمه شكل رباعي دائري. ومعناها إن الأربع نقط بيمر بيهم دايرة واحدة، ما بقوش دايرتين يحصل بينهم تقاطع، بقت دايرة واحدة. فالحل ده ساعتها هيبقى فيلير. يبقى نقول الفيلير كونديشن بتاعه الريسكشن لما يكون مجموع زاويه كي 1 وكي 2 ب 180. طب الايه الكونديشن لما يبقوا مقربين بقى على 180، مش 180 بس 179 181 ونص. كل ما تقرب من 180 الدقه بتاعه الحل بتاعتك هتبقى ضعيفه. ليه؟ فكره ان الدايرتين يتقاطعوا هيبقوا قريبين قوي من بعض، فانت مش هتبقى قادر تحدد النقطه بتاعتك ايه، وان كان هيطلع في الاخر حل، بس الحل ده بنسميه ويك سوليوشن او الال كونديشن. يبقى كريسكشن الفيلير كونديشن هتبقى امتى؟ هتبقى كي 1 وكي 2 لو طلع مجموعهم ب 180. طيب لو الكيس دي قابلتني وانا بحل المساله وطلع كي 1 زائد كي 2 بتساوي 180، الخطوه رقم 5 6 7 8 9 كل ده في البلاله، انا باجي هنا واكتب تحت الخطوه رقم 4 فيلير كونديشن ومفيش حل والمساله بتاعتي خلصت. زي ما كنا بنتكلم في مساله الترافيرس، هي المساله ريجكتد او نوت اكسبت، خلاص شكرا، مفيش كوركشن، مفيش تكمله للحل ودرجتك خدتها. فلو لقيت كي 1 وكي 2 ب 180 انت مش محتاج تكمل الاثبات، لان في الاخر هتوصل في الاخر ان مفيش حل. مش عايزك برضو تضيع وقت انك توصل ان مفيش حل او تثبت له ان مش هيطلع حل، لا، من كي 1 وكي 2 ب 180 تحتها على طول كده ان الكيس دي بالنسبه لي هي الفيلير كونديشن ومعناها ان مفيش حل.
لو جه سؤال نظري بقى وسالك على الاير كونديشن، الاير كونديشن ايه قلنا امتى؟ لما يكون مجموع الزاويتين ده قريب على 180 178 179 182، كل ما يقرب من ال 180 سواء اعلى منها شويه او اقل منها شويه، ده معناها ان احنا في الاير كونديشن. كحسابيا لا، انت مضطر ان انت ساعتها تكمل الحل، لان هيطلع الحل ده بس ادي له كومنت في الاخر ان الحل ده نتيجه الاير كونديشن فهو ويك سوليوشن. لحد هنا، وان كنا خلصنا التوتوريال ده ان شاء الله، ولو في اي اسئله برضه هنتابعها مع بعض في الميتنج ان شاء الله. شكرا.